ما زالت أصداء مباراة مصر والسنغال تتوالى، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح إن لسه الأماني ممكنة، والدولة كلها حكومة وشعبا واقفة ورا المنتخب، وإن شاء الله يقدر يعمل حاجة. النهاردة وزير الرياضة كان في لقاء حماسي تشجيعي مع المنتخب وإدارة المنتخب، هنفهم إيه اللي حصل وإيه الحكاية وإيه الموضوع. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو. الاول بس انا يعني واحد من الناس اللي تمتعت بكل حاجه انت بتقولها، وانت ما طولتش ولا حاجه، بالعكس اللي انت بتقوله محتاج تفسير كتير وكبير، ودايما كده نوضح الامور، ودور كمان يعني الدوله المصريه بتطور بلدها وبتجري، واصبحت التحديات مش تحديات، يعني نتكلم كوزير شباب كمان الكلام ده بنقوله للشباب، ما فيش دولة بعينها تحدي عندها لوحدها، لا تحدي العالم كله والاقتصاد والتغيرات واللي بيحصل ده على العالم كله، وإحنا الحمد لله دولة يعني بقيادتها السياسية وحكومتها ماسكة نفسها وبتجري، والتطوير في كل القطاعات مش في قطاع واحد أبدا، وإنت يعني بتوضح الأمور بشكل سهل وبسيط يعني كلنا بنسمعه وبنفهمه، فمتشكرين لحضرتك يعني. لا يا فندم، ده انا ما قدرتش استجري مثلا واقول لك نبيع حته من النادي الاهلي ولا نادي الزمالك، لان دي اللي هتبوظ الموضوع كله. القطاع الرياضي قطاع يعني من القطاعات اللي شهدت طفره كبيره جدا، يعني الحمد لله رب العالمين في كل حاجه، في انشاءات واستثمارات وتطوير مستمر في شباب. لكن احنا بنتكلم النهارده طبعا على سؤال حضرتك المباشر، منتخب مصر ان شاء الله اولا كلنا نتمنى له التوفيق، واقفين جنبه ونشجعه ونشجع الجيل الحالي الجيل الكبير اللي موجود دلوقتي امتداد لاجيال تانية كتير. يعني انا عايز اقول كده ان احنا يعني الفريق ومنتخب مصر كره القدم من بعد كاس العالم 2018 في روسيا في الحقيقه يعني كنا دايما حاسين الفريق ده من غير روح كده واداء يعني فاتر شويه يعني. 2019 لما عملنا كاس الامم الافريقيه، انا بكرر ده كتير بس للذكرى يعني والتذكر، طبعا كان الدوره كبيره وحاجه عظيمه، لكن الفريق خرج لانه كلنا بنقول يا جماعه فين الروح بتاع الفريق. يمكن بعدها على طول 23 سنه الاولمبي شفنا روح تانيه. احنا مع تغيرات كتير وحدثت حاجات كتير للكره المصريه والادارتها الحقيقه، من البطوله العربيه في قطر في دوحه، بدأ يعني بدأنا نشوف كده روح تانية ترجع تاني لمنتخب مصر اللي احنا عارفينه، واحنا ورا الروح دي وبنخطط يعني خطوة بخطوة، وداعمين جهاز فني جديد راجل ليه خبراته المعروف فيها على المستوى الدولي زي ما هو قال وزي ما هو مكتوب وزي ما هو بيتصرف، احنا كلنا بقى دافعين وداعمين وبنهيئ الظروف الملائمة لمنتخب مصر وبنعمل كل حاجة وهم يقدروا. طب دكتور أشرف، أنت كمشجع وكمواطن مصري شفت ماتش امبارح إزاي؟ أنا كنت قاعد طبعا يعني عمال أقرأ قرآن وعمال حاجات كتير، وكمشجع مصري يعني فرحان وخايف، فرحان إن في الجونجي الفرقة بتلعب محافظة، وخايف زي اي حد لان ممكن يجي جون في اي لحظه وجون بجونين فيعني بيصعب المشوار شويه يعني. ولما خلص الماتش وجبنا 1-0 اكيد كلنا بنقول يا سلام يا ريت كانوا 2، ما هو احنا بنلعب برضو فرقه قويه جدا واحنا فرقه قويه. يعني هو فرقه قويه جدا واحنا كمان فرقه قويه ليه؟ لان برضو احنا في كاس الامم الافريقيه مشوارنا كان صعب جدا عكس الشجره بتاعتهم من الناحيه الثانيه. ولما لعبناهم 90 دقيقة بالضبط احنا يعني ما اتغلبناش وبنلعب زيهم وفي أرض تانية مش بلدنا، وعندهم جمهورهم كان أكتر هناك يعني على فكرة، وكمان عملنا يعني اكسترا تايم واكسترا تايم، واحنا قبليه 3 ماتشات الفرقة كانت مجهدة وعملت 3 ماتشات جامدين جدا كل ماتش كان نهائي، وبعدين وصلنا لضربات الترجيح دي بقى كانت توفيق وحظ طبعا، فبالتالي احنا يعني الفرقة حتى مهما كانت قوية ما نقعدش يعني نقول ده، ما احنا برضه فرقه كويسه. اللعيبه النهارده قالت لك ايه على المباراه يا فندم؟ انا بقى باجي على النهارده الحقيقه كلهم روحهم المعنويه عاليه جدا، ويعني كلهم عندهم كده استعداد للاجتهاد بشكل كبير جدا، وكلهم عندهم حلم المونديال ده من حيث المبدا،
وطبعا انا يعني قلت لهم ان للتفاؤل كده كمان. احنا في الجون بتاع الكابتن حسام حسن في سنه 90 جه في الدقيقه الرابعه. أيوه. كان في حوار ما بيني وما بين الوزير الكابتن طارق وزيد، يمكن قعدنا يعني هو متفائل وبيكلمني يعني، ففعلا يعني من باب التفاؤل ده موجود، زائد ان احنا كمان الفرصه هناك بالعكس شويه، ده ميزه عندنا اكتر، لان يعني يمكن قد يكون هناك هو عارف ان عنده جون، والجون لو احنا جبنا جون هيبقى جونين، فالفرص قد تكون 60% عندنا. فكان لازم الامور دي يعني نوضحها شويه للفريق والجهاز الفني، واطلب دايما من الكابتن محمد صلاح الكابتن يكلم الفريق، يكلم الفريق، قال احنا اللعيبه كلها رجاله، واللعيبه كلها بتحلم ان هي ترجع، واحنا الحمد لله يكون ربنا وفقنا ونغلب، والتعادل يكفينا، لكن احنا عايزين نغلب، ودي الروح اللي موجوده في الحقيقه. واحنا كمان يعني بنقول لهم احنا كمان، انا يعني غير مكافئات، انا عارف ان كنتوا مش يعني مش هو ده الاساس من الحافز، لكن بالاضافه للحافز العادي بتاع اتحاد الكوره، احنا كمان كوزاره الشباب واحنا بنحفزكم بشكل كبير جدا. ان شاء الله يعني في حافز كبير وتشدوا حيلكم. يعني كبير قد ايه يا فندم الحافز ده؟ يعني حاجه يعني حافز يعني ولا رقم كويس؟ لا انا عامل حسابي عليه، رقم كويس جدا للماتشين، رقم كويس يعني، واتكلمت معاهم فيه عشان يشدوا حيلهم. كمان معالي وزير الطيران واحنا وبرزنتيشن الشركه الرائعه للاتحاد، والاتحاد يمكن كان في الطياره هتاخدهم وبعدين تنزل ترانزيت وبعدين تفاول وتطلع، اتفقنا كمان الحمد لله ليهم وراحه اكتر ليهم احنا يعني ان تطلع مباشره على هناك، فوفرنا كل سبل الاداء، وبنقول لهم بقى شدوا حيلكم ان شاء الله رب العالمين. وانا عايز اقول حاجه لينا كلنا، عشان برضو يعني الحمد لله احنا فرحانين وفرحنا امبارح، لكن نص فرحه عشان منتظرين الشوط الثاني اللي هو هناك 90 دقيقه التانيين. احنا دلوقتي بنعد يعني منتخب بعد فتره يعني التغيرات اللي حصلت، بنعده للمستقبل وبنعده دلوقتي، وعايزين نوصل لكاس العالم. طب يا فندم هيكون في طيارات يعني للجمهور؟ يعني هيبقى في توفير للطيارات؟ بيعد دلوقتي، بيعد وبيدرس دلوقتي فعلا، وعلى التواصل مع يعني معالي السفيره سفيره جمهوريه مصر العربيه في السنغال، ويعني بيعد هذا الموضوع من خلال شركات الراعيه اللي موجوده، وان شاء الله يعني يحصل زي ما حصل قبل كده. طيب يعني لقيت الروح معنوية كويسة عالية يعني؟ وزي الفل، روح عالية وزي الفل، وهم يعني كلهم بما فيهم اتكلمت مع المدير الفني والكابتن الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد طبعا كلمهم، والمدير الفني يعني راجل بيتكلم بخبرة عالية جدا، ويعني كلنا وكلهم بيطمحوا طبعا في انه لازم يعني دي فرصة كبيرة. فريق السنغال فريق مش سهل، جامد قوي، واحنا فرقتنا الحمد لله رب العالمين برضه قوية، ونتفائل دايما بالخير يعني، وبنبني للمستقبل فريق يعني. حضرتك هتروح معاهم يا فندم؟ لازم اروح ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله ربنا معاك وترجعوا يوم الثلاث منصورين مجبورين ان شاء رب الله. يا رب يا رب. الناس يبقى عندها امل، لان انا لاحظت امبارح الناس يعني خايفه وقلقانه، بس ده طبيعي. ان شاء الله نقدر نعمل حاجه مهمه وحاجه كويسه للبلد، والمنتخب ده فعلا عظيم، والشباب اللي فيه بيحبوا البلد جدا، يعني ما فيش زي الروح بتاعه محمد عبد المنعم، الراجل اللي لعب بانف مكسور، واللعيبه اللي كانت بتلعب مكسوره، واللعيبه اللي كانت بتجاهد في الملعب، كل الروح دي زي ما حضرتك قلت حاجه مهمه جدا. وانا عايز اقول حاجه كمان، يعني ما ننساش برضو مع الاداء اللي حصل في الدوره الافريقيه، ما فيش فريق يبقى عنده اثنين اساسيين باك رايت وما يلعبوش مثلا النهائي، وعنده الاستوبر الاساسي زي حجازي يعني ويبقى مش موجود، لا وخلاص النهارده نص الدفاع كمان اتكسر تاني في واحد يعني ايقاف والتاني مكسور. ما هو يعني يعني هنعمل ايه؟ ادي يعني حاجات مرتبطه بالحظوظ او كذا، لكن ربنا يوفق ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.